شاري هلا 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 والله والله هلا. ايش هالسيك امس ياكل حركات ها؟ ايه ما شاء الله تنا خير مغرقكم. عيل وين صاحبك؟ صاحبي ما ادري عنه، قاعد يدق علي ما يرد. يا نايم، يمكن نايم اتوقع. نايم؟ ايه في نعمل عنه ديك. لا كذي كنا في مشكل بالموضوع. يلا ما علينا. شوف يا محفوظ السلامة، هذا نصيبكم من البضاعة وصل. هذا لك، هاك هذا لك، وهذا 1 2 3. عط هذا حق خالد صاحبك. شنو وايد؟ لا وايد ولا شيء، كل مرة تستلمون كذي. بس خلود كل مرة يعطيني غير. والله عاد هذه مشاكلكم وانت صاحبك تحلونها بعيد عني. أنا ريال راعي مزاج وراعي كيف، مو ناقص هالخبوة. عقب باكر تجون تستلمون البضاعة عشان تسلمونها. ماشي؟ يسلم لي على خالد صاحبك. شفيك؟ وين الباجي؟ عندي. اي عطني. حاضر. طلع فلوسي بالاول. شوف سلوم، لا انت قاعد تسوي لنا سوالف. انا اللي مدلك على طريق المشاري، وانا اللي قاعد اخطط حق كل الشغل. يا اخي لي حق اخذ اكثر منك. يعني تعترف انك بايقني صح؟ ايه. اسمع خلود، انا تعبت حالي حالك، مثل ما انت وزعت بضاعه هم انا وزعت البضاعه، ومشاري قال لك بالنص، مو على كيفك انت تروح تقسمها. طلع باجي فلوس ولا شلون؟ سلوم سلوم سلوم، ايش اللي خلاه يسوي كذي؟ الطمع، الطمع خلاه ينسى ماضيه كله. طالع طالع اي موجزين. لحظه قاعده بطالع المسلسل. ايش لك بالمسلسلات السخافات هذه؟ خلينا اقرا اسمع الموجز. الموجز الحين موجز اخبار مهمه فاطمه. انت تدور شارته بفلوس يوخر. ما علي ما علي. سامح يا ابو يوسف. خلاص خلينا نسمع. راح بروح علي نص المسلسل وسب انت. برجع له برجع له. لا 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 شوف ها ايش بلاوي لنج خل علينا لا سلام ولا كلام ياش على يهوده استفاد عنا عاد بعدين اعرف سالفته ايه خل نسمعنا كل اغراضي. شنو انت ايش فيك قاعد تحكي كذي؟ وصل نيالي وقاعد يتحرش هنا، ما سويت له شيء. اسكت ولا اكل، لا تحكي ولا كلمه. انت اسكت بس عاد. يلا تحكي عدل واعتذر من اخوك. قال اعتذر. قال يا ربي هالولد بينني. انت ايش فيك؟ صار يتحكي ناس خالتي رشا سويلح. ايش فيك؟ بس وي ما ابي اسمع كلمه. بس تفهم علي انت كذابه. والله ما عم كذب عليك، والله العظيم عم لك الحقيقه. الموضوع مو بايدي. كذابه بالحق. لا تمد ايدك عليها وخر عنها. انت ما تدخلين او شو ما تدخلين بيني وبينك. حرام عليك والله، هي اراده رب العالمين. انا ما دخلني. انا مو خايل. شو ابي هال رشا حامل؟ ما كنت مستوعبه الخبر. حسيت اني مقهوره، حسيت ان ودي اروح بعيد ولا اشوف احد فيهم. بس احنا اتفقنا ولا لا؟ اتفقنا من الاول ولا لا؟ شو الموضوع بايدي يعني؟ انت تبيني يعني؟ انت تبيني؟
ستة وهذا السابع أرفع فريقكم قدامي. خلاص عاد ما تمد يدك عليها لا تطقها من حقها تحمل مرتك هذه من حقها يصير عندها ظنك فيك أو شو؟ ما تدخلين بيني وبينه أنا اللي عصبت أشوفه قدامي دقت أخبارك عليكم السلام خير ان شاء الله. وي هذا بيت خالد محمد؟ اي نعم انا ابوه. عندنا اوامر بالقبض عليه. ها؟ اب ليش اخوي شو مسوي الولد؟ واللي يسلم عمرك ترى ولدي مو مثل قبل تاب ما قام يبوق موبايلات ولا شيء. اي موبايلات شو السالفه؟ لو سمحت اعطونا درب. لا يا اخوي اكيد انتم غلطانين بالسالفه تاكد من الموضوع ما يصير ترى هذا ولدي. يا اختي واحد من الجيران شاف الجريمه وبلغ عن ولدكم. وتعرف عليه قبل شوي، يعني خالد هو المتهم الرسمي بقتل سالم. اي خالد واي سالم، انت تعرف منو هذيلا بالنسبه لبعض؟ ترى هذا رفيجه الروح بالروح، يطلعون مع بعض، ياكلون مع بعض، ويمكن هذا اللي تكلمون عنه يشابه ولدي. تدري وين اختك؟ انا لما نروح المدرسه بجيبه ترى الصبيان وايد يشابهونه، قاعده ادوره بينهم لين اطلعه. ترى هذا رفيجه الروح بالروح اخوي، يعني ما يصير يذبح الله يهداك. والدم اللي على ملابسه؟ زين يمكن طايح ومتعور، اي تاكد. عموما الادله الجنائيه راح تتاكد ان الدم اللي على ملابسه مطابقه لفئه الدم سالم ولا لا. واللي يسلمك واللي يعافي عمرك اقول لك هذا ولدي، اكيد انتم غلطانين، بعدين تعال هذا اللي شاف ولدي بالخرمس هذه بالظلمه، ايش دعوه عيونه مبققه عليه؟ اقول لك غلطان، غلطانين يا اخوي الله يهداك زرقاء اليمامة طاق عينه لهناك، ما يصير تاكد وانا اختك تاكد. شنو اللي خلاص انت بعد ولدي بروح مني تقول لي خلاص؟ ذبح هذا ذبح، ذبح الله يهداك ذبح. شلون صوتك الحين؟ الحمد لله كويس. ايه قربتي مني؟ لا اختي. طيب ربنا يخليكم لبعض. كورة سيستر. الله يجازي اللي كان السبب، بس الحمد لله هي الحين بخير وتقدر تحمل مره ثانيه. هي لو ماشيه حسب الاتفاق كان ما صار هذا كله. هي اتفاق وي خرابيط، مره ومتزوجه وحملت من ريلها، شو اللي صار جريمه؟ انا قايل لها ما نبيها حال، الحمد لله نهيت على كذي. اي صاج الحمد لله نهيت على كذي، ما صار شيء، بس الياهل مات والمره بغت تروح من شي سهله بس. انت مفروض الحين تهدين اعصابها توقفين وياها مو تشيشين علي. هلا يبا محقق وياك. تفضل. اقدر احقق بخصوص الحادثه يبا؟ ان شاء الله لحظه. حياك. تفضل. اختي اقدر اعرف سبب الحادثه؟ حب انزل بالسلم اشكلت شوية العاب ما انتبهت، بس تقرير الدكتور يقول ان في كدمات على الجسم. ايه انا طبيعة جسمي هيك كتير حساس، كتير بيعلم عليه بسرعة. سرت خاطري رشا هي بغربة وبروحها، لا اهل يوقفون بصفها
ولا زوج يرحم ضعفها. كان ودي أتكلم، كان ودي أدافع عنها وأقول الحقيقة كلها للمحقق وأفضح جاسم وأشوفه من هان لو مرة بحياتي، بس شي فجأة ربط لساني، منعني أقول أي شيء، منعني أقول أي كلمة. إنزين، مشكورة أختي، كنت تفضلي. ليش تجبين المحقق؟ ليش ما قلتي الصج؟ ما راح أقدر أعيش مع جاسم لولت الحياة. يمكن أنا حكيته خليه ينسى اللي صار ونفتح صفحة جديدة. إيه بس أنتي ما غلطتي. إن شاء الله حاج، ساعديني مشان أنسى الموضوع. عايشنا كتير جاي عبالي أشوف أهلي، روح له شي أسبوعين، وخايفة جاسم ما يوافق. مشان الله اقنعيني سافر. قصبا عليه بيوافق، هذا أقل شي يسويه عقب اللي صار. الحمد لله انتهينا من إجراءات التحقيق. جاسم، رشا تبي تسافر أسبوعين حق أهلها. إيه ما في مانع، تروح شهر شهرين ترتاح هناك أحسن. والشهر صار شهور ولا رجعت رشا. وراحت نجلة بيت ريلها عشان تبدي حياة جديدة من زمان تمنتها. راحت وكلنا فرحانين لها. حسبي الله اللي كان السبب. يما وليدي بس سمحت توقفني. يما وليدي بروح من بين ايديني، راح ضاع خالد. ضاع ضاع يا حسرتي عليك يا يما، يا حسرتي. يبا خالد دير بالك على نفسك وابتعد عن المشاكل. يبا خلاص انتوا تروحون تخلون هني. يما تكفين، سوي شيء، انا مو قادر اقعد هني. سوي شيء، ما تتحرك، ما تسوي شيء. قول لي شو نسوي، شو نقبل يا فاطمه؟ شو اسوي؟ قولي الحمد لله انه ما بلغ السن القانوني، ولا كان قطوه بالمركزي وضاع شبابي وكل مستقبله. اي مستقبل اللي تحكي عليه؟ ابو قال مستقبل وهو بالسجن هني. اي مستقبل كله منك انت. من كان يظن انه خلوني اذبح رفيجه؟ لا، وكان يتاجر المخدرات والسالفه فيه بلاوي. يلا حجه، يا رب يا رب. لا مو هذا، مو ولدي اللي يسوي ولدي. واللي سلمك دير بالك عليه، واللي سلمك يما برد لك، يما برد لك خالد. الله معاك، الله معاك. وابتدى خالد حياه جديده، حياة ما كان مخطط لها، وبمكان مختلف بالمرة، مكان غير عن اللي تخيله. لا كان من الممكن إن ندري عنه، بس حبنا للفلوس أم عيوننا. طلع من الأحداث ولا لا؟ ما كلمت أبوي، ما حط لي عيش. الجرايد كلها توقعات انتخابات، وقت الصج فيها كل شيء يصير دين. على فكرة عيشكم يابس، قدام سمعتها في الطبخ. لو يطبقون نظام الكوتة كان احنا بخير. الكوتة شنو بعد؟ يعني يحطون مقاعد للحريم بالمجلس، بس احنا عندنا بيروقراطيين على ما ياخذون القرار الا لطيور طايره برزاقها. انت ليش ما توقفين عوي وتحكين عدل؟ ليش ما تسولفين بشيء نفهمه؟
ايش في كلامي؟ ده كلامك ما في شيء. بس حسيت ان احنا بمعهد الابحاث وقاعد تعطينا محاضره هني. على فكره كلامي ما في ولا شيء غلط. كل الكلام اللي قاعد اقوله مكتوب بالجرايد والكتب. كل انسان وحد ثقافته وتفكيره. في ناس تسقي بذور الكراهية بيدها ومن غير ما تحس. أحط لك صدر ولا فخذ؟ شو انت بي يما؟ يما طيري دقوس إن شاء الله. يلا شكله خوش مجبوس ما شاء الله. ها نكبيلي شب حق روحك ما تعرف يعني؟ شاف وفي ناس تحاول تبني الحب متأخر وتدور له أساس ما هو موجود. مريم شكله بيشبه امير بس ما متاكدين هذا الشيء. اثبتنا شيء تغيرت مخلينا البيت. يعني انا بدي كم بدفع بالشهر؟ 1300 دينار. هذا غير قص سيارتك. ولا تيش كثر بيطلع علينا بالشهر ما نقدر نلحق كذي. بس تدري شلون؟ ان شديت حيلي وحاولت اسدد مبكر معناته هني اقدر اسوي اعاده جدوله. بس المشكلة ماني قادر احد القرض هذا مو هي. شلون بقدر اسدده؟ وفي ناس تحاول تصيد الحب لكن الحب من بيتهم رحل رحل وطار. جدعوا عليكم لا درجة يضحك؟ اي بدأت بالمطعم بدأت هي شو سويت بالمطعم؟ اي ما بقينا شرب. ستيك لا حلو كان كليتني انا بعد مره واحده. عادي يلا يلا عادي يلا عاد تخلوني اتنرفز عليكم. انا ما قاعده اكل بروحي قاعده اكل عن شخصين. العافيه. الله يعافيك. زين اقول لك صلاح ريلك شلونه معك؟ زين الحمد لله الحمد لله دوم يا رب. زين يعني ما يحن عليك ما ياذيك يقول لك لا تشترين هذا وهذا غالي يشتريك كل اللي بخاطرك؟ لا عادي يعني يشتري لي ويحط لي ساعة يسوي لي مفاجآت ساعات يجيب لي أشياء أنا ما بيها. ها صراحة بدع. وأنت ليش وجهك كذي وزعلانة؟ حمدي ربك ما يتهاوش معاك ما يصرخ عليك. لحظة لحظة على شنو أحمد ربي؟ 24 ساعة بالدوام أحس يقص علي لما يجيب لي هدية مو ناقص لي يحط له فرش هناك. هي أنت يا حمدي ربك حمدي ربك هذا الريال السنة أحسن من اللي عندي كله نايم حاط راسه ونايم. أقول هذه مو مؤاخذة. لحظة 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 يا جماعة أحسه مو فارس أحلام اللي كنت أحلم فيه. واي ردينا على طير يلي مالت عليك على فارس أحلامك هذا. إيش فيكم علي إيش فيكم علي؟ يعني إحنا ولا واحدة فيكم تفكر لو كانت مو ماخذة ريلها وماخذة شخص ثاني شلون بتكون حياتها؟ لو من عمل الشيطان حبيبتي تحكي عنك هالسوالف هذه ما تجوز. هذا الواقع الواقع قاعد يدق. سايلنت. زين يلا مشوا عيال يلا بس انا تعبت خلونا نرجع بيوتنا حق الواقع. الواقع يقص يقص يقص. وزين تعالوا اللي اقول قبل لا نرجع للواقع. ايه صورتنا. ايه ما حد صورتنا ما تصوروني وانا بصور. انا 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 لما كنت حامل صورتوني. يلا صوريها يا حبيبتي طلعي شوف ونشر على بطنك على فكره. يباي يعاني بي برجر كينج. يلا بلا برجر كينج بلا غيره.
حي المكدونز. يلا ولا مكدونز. ابي هارديز وكنتاكي. انت ما تفهم؟ تبيني البلب العقال عليك؟ قلنا لك لا. عيني بقى بيسمونه فلافل بمية فلس. اي كذي تفهم. اي هي والله تقول لي برجر كينج ما برجر كينج. يا حرام عليك اشتر لهم عشاء. انت من صدقك هالمطاعم الوجبه على دينار ونص واحنا سبعه يعني كم بدفع؟ من صدقك بعدين ما شاء الله ببيتنا متروس همبرجر وبطاط، سوي لهم همبرجر وبطاط خلينا نخلص الا خساير ومطاعم. ما كانت هذه أحلامي، سيارة صغيرة تضيق الخلق ومتروسة يا هال، وزوج دشداشته معفسة وحالتها حالة، ومستخسر 7 دنانير يعشي فيه ومعياله. كانت أحلامي غير، وايد غير. كنت مثل أي بنت أحلم بفارس الأحلام. هذا فارس أحلامي، طويل ووسيم وأنيق وريحته بخور وعطور، وعيش معاه حياة رومانسية ونسافر كل مكان. بنتي نامت حياتي. جاسم ولا عافيك اوقف عند اي محل عصير خلي اشتري عصير حق اليهال. من صدقك عشان يكبون ووسخون السياره. واي عاد من زين السياره ولا من نظافتها؟ عصير ماكو. يلا خلصي تبي الحب موجود. ما بي تدرون شلون؟ يبقى انا قررت بعشيكم. صدق وين؟ اقول لك المر على مطعم هندي الحين انطق لنا 10-20 شباتية زين مع قوطي قيمة ونروح البيت. الله نقعد هالقيمة وهالشباتي شحلاته ها؟ ولحم اسمه لحم. هي والله بلا همبرجر بلا أكل ما أدري شو صاير. ما تبي لحم؟ ما بي ما بي ما بي شيء خلاص ردنا البيت. مريم شوفي شوفي الطنق ايش كاتب لي هني. كاتب لي مسرورا اخ شي حطلينون، وشوف هني مستشفى مستشفى حط لي احمد بالالف. والله انا بصراحه مبحسي وانا معاهم وراضي يستوعبون. اوف ما ادري اعلم هذا ولا اعلم هذا ولا اسوي، ماني قادر الحق عليهم. مريم مريم عندك قلم مثل هذا احمر؟ احب اخلص.
معك خذي معك. شوف قوة الجمهور البرسا جمهور شجع فيه كأنه هو اللي سجل ريال هذا اللي يكتب التاريخ هذا ريال ما شاء الله عليك اللي هل قاعد يدرسون معقول ميسي قول تقولي اللي قاعد يدرسون واللي في الروضه قاعد درسينا من الحين بيطلع لشتاين ميسي مقول تقول لي ريال سعره 250 مليون تقول لي قاعد يدرسون يا هذا شو اسوي له مال ريال واحد قال لك انا كاشير دراني انت جاله حاسبه وليش حق قال حاسبه امك والخوارزمي ربع سليها قلب ارجنتيني شوف الكوره من ميسي بيدرو يتقدم زوينه ويسجل كوره بايه في المرمى اثنين لفس برشلونه واحد الارسنال شوف القادم من الخلف شوف عابر للقارات اول يا الله لعبها صح حق ميسي جاهز ريا بعدين نفيشكم محروق طبخيه عندنا نفيش مشوي للقارات يتقدم بضربة الصواريخ بقوة الدبابات في إمكانية الطائرات أرضا شنو هالريحة؟ بسم الله. آي لا لا مو وقته يحترق العشاء مو وقته. ألو هلا صلاح حبيبي وينك متى راح تجي على العشاء؟ لا ما خلص شغل لا تنطريني تعشي بدوني شنو؟ شنو يعني لا تنطريني؟ لو متى انا راح اتعشى بروحي؟ بعد شو اسوي الشغل وايد خلاص اكلمك بعدين باي باي
هذه حزة عشاء. ما أدري عنك يا يما الحين أنت شلون؟ جوعان ولا تعبان؟ يا حسرتي عليك يا وليدي، ما أدري الحين شنو حالك؟ أخ عليك يا وليدي، أخ عليك. هلا حبيبي، هلا بسم الله عليك يما. اقعد يما اقعد حبيبي. قوي يما. هلا حبيبي. يلا قوموا طلعوا فوق. ما نبي، نبي نروح نلعب بالحوش. اي يما العب بالحوش، يلا روحت وياه خلهم يلعبوا. لا تسوون ازعاجات برا. شو السالفة؟ شو صاير؟ ماكو يما، متهاوشة يا ريلي. متهاوشة ولا مطلقة؟ ما تنطقين ما تردين، متهاوشة ولا مطلقة؟ أيوة مطلقة. زين حسبي الله ونعم الوكيل فيه. وتاليتها هذا معاه الحين بتصل على أبوك خلي نادي يتفاهم معاه. أنت شو مخبرة شو مسوية؟ ما له داعي يما تدقين عليه. ليش بالله؟ لأن طلقني 3 مرات يما، الأولى بلندن والثانية قبل 6 سنين وهاي الثالثة بعد، يعني ما له داعي. ما شاء الله عليك، الحين صرت شاطرة بالرياضيات، حافظة كم مرة تطلقتي، وبالمدرسة ما تعرفين 1+1 كم؟ خلنا نبدي حياة جديدة مع زوج جديد أحسن منه. يمو أنت شاطرة يا يما، صدق أنت ما فيك شيء، أنت تحلمين، تدري شلون تحلمين؟ اصحي. يمو نتزوج مرة ثانية مو أحسن مني ترى، أنا إيش فيني يعني؟ بالحلم، تعرفين الحلم اللي الناس تحلم فيه وده يتحقق؟ هذا هو بالنسبة لك يا يما، أنت ناسية شنو عندك؟ بس عندك عيال 2 مثلي أنا أنوى، شاقين القاع وقايلين انباع، ما تقولين لي بالله من اللي بياخذك وعندك عيال 2، ما تتكلمين؟ يما ايش فيك تحبطيني؟ طلال خلاص، حياتي معاه انتهت، طلقني 3 مرات يما ايش فيك؟ مو لأنك ثولة، لأنك بقرة، لأنك ما تحسبين حساب اليوم هذا كله، أبد أبد، أنتم بتذبحوني أنت وأخوك، بموت من الحرة منكم، خلاص ينيت ينيت. اخوك مقطوط بالاحداث وانت جايتني مطلقه من 3 طلقات، ما تقولي ليش اكبر، ارحموني بس خلاص قلبي بيوقف منكم. انتي وخلي. الحمد لله على السلامه، اشوفك تاخرت. كنت مع الربع زابيل جنطتي. ليش؟ على وين مسافر هالمره ان شاء الله؟ مو شغلك. زهبي جنطتي. شنو بتروح حق رشا؟ انتوا ما تسمعين؟ ما تستوعبين؟ مو شغلك. شغلك تذهبين جنطتي وبس. والله عادي اذا مو شغلي، ذهب جنطتك بروحك، ما لي شغل فيك. حلو ستايلك الجديد، العناد وحاكيك. ترى انت الخسرانه، انت بذهبتها يعني. انا علمك هين خلاص، ما عاد يهمني، يزعل يرضى يعصب يصرخ يهدد، ما عادت تفرق معي. وولدت نجلة ويابت مريم بالوقت اللي كنا فيه بالمستشفى فرحانين بسلامة نجلة. كان غيرنا بمستشفى ثاني يسمع أخبار ما تفرح عدو ولا صديق. للأسف سرطان في الكلى.
سرطان؟ نعم. دكتور زين، يعني في علاج، في عملية تقدر تسويها؟ من خلال العملية نقدر نحدد إذا كان في مجال نستأصل ولا لا، ويبين ويانا حجمه. مع العلاج الكيماوي إن شاء الله نسيطر على المرض. زين دكتور، متى تقدر تسوي العملية؟ إن شاء الله في أقرب وقت، الموضوع ما يحتمل تأجيل. دكتور أنت يعني بخبرتك تعتقد أن يعني في أمل أنها تتشافى؟ إن شاء الله، خلي مالك من الأقوى. نعم بالله دكتور، يعني ممكن تحدد لنا الموعد بالضبط؟ إن شاء الله. فاطمة؟ فاطمة؟ دكتور بعد ما كمل كلامه. فاطمة؟ فاطمة؟ انت شنو ما رحتي المستشفى؟ تشوفني مشغوله؟ اي بس هذه مرت ابوك، مهما يكون لازم تزورينها. عندي ورقه بحث باكر لازم اقدمها. عند؟ اقول لك فاطمه من المستشفى تقولي عندي ورقه بحث، ايش فيك؟ تدري كم مره طحت بالمستشفى قبل ازوجك؟ لا. 4 مرات. تدري كم مره فاطمه جت لي المستشفى؟ ولا مرة. كنت أتلوج قدامها وكان عندها عادي. رحت عشانها قدامها ولا همها. أبيها مرة تقرأ علي ولا تعطيني قلاص الماي عشان أخذ دواي. ولا عمرها سوت لي شيء. كلها مخليتني بروحي وأنا مريضة. ولا درت عني. بروحي كل ما اطيح بالمستشفى تخليني بروحي. خد جرب المرض وهي بروحها. يلا بلعب. يا انطري خلينا نخلص اللعبة. يا ما بين ايد خلنا يبقل وعطيك. واي خلاص لجيتني ترى. خففي على المصرف وشوي شوي. اللي يسمعك الحين يقول اسكت، انا كل شهر قاعد اصرف بالالاف. مريم يا بعد كبدي، انا ما سددت ولا شيء من اللي علينا هالشهر. ايش فيك؟ ليش ان شاء الله؟ من طلباتك اللي ما تخلص. ابي هذا واشتري لي هذا ويجيب لي هذا. حاسس اني بختنق، حطيت علي ديون ماني قادر اسددها. روح ميني شوي. انت هاي قصر عزفت هذا. يما خلنا نخلص اللعبة. بتقصر ولا شلون؟ ان شاء الله يما. هالأيام راح تعجبك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. شكلك مشغول، العيل خلص اروح وارد بعد شوي. لا حياش، ما في حد غريب. سعود كان زميلي بامريكا وتصادفنا بدوانية واحد من ربع، وانا قلت لازم نشتغل مع بعض. فرصة سعيدة. وانا اسعد مشكور اخوي، ما قصرت. يا حالات البنات والله. الله يخلي البنات والله. يا حالاتهم والله. طالع علمها. اي ما شاء الله. الله يحفظها ان شاء الله يخليها لكم. شكور ما قصرت. صلاح حبيبي انا بروح علشان مريم لا تحن وتأذيكم. تو الناس. لا ما يخالف، خلني اروح اتصل عليه لما تفضى. زين اقول لك، انا ناوي اعزم سعود على الغداء، شوفي لنا يوم. ماكو داعي تكلف عن نفسك يا اخوي. يا رجل ما في كلافه، البيت بيتك. حتى مريم قاعده تروح حبي. البيت بيته باي وقت. خلاص انا استاذن صلاح. اوكي يلا اوكي، ديري بالك بس اخلص ادق عليك. ها سعود، ايش رايك ببنتي؟ الله يحفظها ان شاء الله وتشوفها عروس يا رب. ان شاء الله.
متى رجع سعود؟ وشلون بيكون جزء من حياة نجلة؟ رجع ورجعت معاه ذكريات وايد، ذكريات ومشاعر ادفنتها نجلة من زمان، من زمان وايد. ورجع جاسم، ويا ريت ما رجع. برجلك اليمين، برجلك اليمين يا سنية. تفضلي يبا، يا أرض احفظي ما عليكي. الله يخليك يا حبيبي. ولا منو؟ سنية، سنية مراته، عشان ما تبقيش زعائل حسني طقلك عرق. هاي هاي حلوة حلوة يا سنية. والله صدق تزوجت مرة ثانية بعد؟ انت شنو؟ ما حد همك بهالبيت؟ لا مو انا هيتك وانت ما تبيني، تمنعين وانت تدلعين علي، اكليها. اي نعم، سنية مراتي على سنة الله ورسوله. انت مينون مو صاحي، تاخذ علينا ثالثة، مو كافي عليك انا ورشو، تاخذ هذه بعد؟ طلقتها وبعدين مو شغلك، لا تعوري راسي. سلمت راسك يا حليمة. يا حلاوتك وانت بالعقل ذاك. صح 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 يا حلاوتي. يعني ما لقيت الا هذه؟ هذه اللي فضلتها علي؟ نعم نعم يا اختي، هم ما لقوش في الورد عيب، قالوا له يحمر الخدين ولا ايه؟ بصي يا حبيبتي، انا امراه يعني ليا زي اللي ليك، زي زيك بالظبط. صالح، صالح يا صالح، تعال اسمع، ود خالتك سنية الأوضة، قصدي الغرفة. ايوه ما في لك غرفة واحدة مالت خالتي رشد. اي مش اي ود 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 خالتك سنية ودها غرفتها، غرفتها. نعم يا أرض احفظي ما عليكي، درمند انتو. نعم شعندش قاعد طالعيني، شفيك؟ والله قاعد أقول حسافة ما قلت لي قبل، كان صعدت الغرفة نظفتها لكم وبخرتها وسنعتها وبالمرة طبخت لكم. يعني أشوفك قاعد تطني زين، بس تعالي هذه أول مرة أشوفك مو متأثرة وقاعد تبكين. أنا خلاص عيوني انشفت، وهذا مات. سنية، أنا قايلك يا سنية. بنات ليطوفكم الكب كيك اللي أنا مسويته بيدي، ذوقوا ذوقوا عافية وعطوني رأيكم. واي أو شو مو من صجج، بعد أنتي ليش خلق تسوين وتاكلين كيك عقب سواد جاسم؟ والله لو أنا منك أهما الاثنين أحطهم بالفرن وأطلعهم خوش كب كيك. أو شو إيش فيك؟ تحت شلي يكون مقهورة، خاف تنفجرين ولا يصير فيك شيء. بنات شنو حلاها زايد صح؟ المرة الجاية بخفف الشكر. تعالي قولي لي سعود من وين طلع؟ أبي سكتوا، كان ويا صلاح ببريكا. أمبيش هالصدفة؟ نجلا دير بالك ما يخرب بينك وبين ريلك، مو طبين الشركة. طول اليوم يسولف عنا، وغير كذي عازم على الغداء. وي أخاف يقول حق ريلك عن اللي كان بينكم. ما أعتقد سعود مو بهالحقارة. زين تعالي هند قولي لي شو أخبار مرتبوت؟ سويت العملية؟ الدكتور يقول ان المرض منتشر بجسمها، وانا من طبت المستشفى ما زرتها. ولا اله الا الله عليك. تصدقين عاد هذه حوبتك؟ سمعيني الشماته مو زينه، متشمتين. ايش فيك ايش فيك؟ ما قالت شيء، قالت ما زرتها. سمعيني حبيبتي هندو، انت لازم تزورين هالمستشفى لان زياره. خلي نصايحك حقك، ترى مالي خلقانه، خليك بمصيبتك. كيفك؟ شنو حاطه بالكيكه؟ قولي لي عشان اسويها. ما انت انا شاريه من فلوس انت انت خلص فيكم بس وخر. هدي اللعبه قطيعه تهاوشون على لعبه مكسره ما ادري ليش. وبعدين تعال ليش تهاوشون؟ العابك هي العاب اخوك، وانت بعد العابك هي العابه، لا تهاوشون. ايه الكلام ده؟ ايه شنو انت شلون تحكي كذي؟ صارت حجه انا صارت نسيه. نسيه سنيه يما، اسمها سنيه. بص يا ست انتي، عيالك دول نهارهم اسود ومنيل بستين نيلة، وديني لو شفت عيل من عيالك طالع عندي فوق لكم مولعة فيه بجاز وسخة. عارفة ليه يا اختي؟ وسخولي الكنبات
وكمان كسروا طقم الكريستال اللي الشاشة دي من الجمعية، حتى النجفة يا عيني قعدوا يرموها بالشبشب لحد ما وقعت. أعمل فيكوا إيه يا عيال؟ ده أنتوا عيال ناقصة رباية. هاي بيته مكسر اللي نبيه. نعم نعم يا أخويا، حوش لسانك لأقطعه لك يا روح أمك. يا ويلجي ده قطعت لسان. والنبي طب لو أنتِ هاي دشيتي البيت وما تحجينا، طولتي لسانك وسكتنا ما تكلمنا، بس والله ثم والله ان مديتي ايدك على واحد من عيالي اكلش بضروسي، تفهمين ولا لا؟ نعم يا اختي حش حوش، تهديد ده ولا ايه يا حبيبتي؟ عاد فسريها باللي تبينه. سنيه عايز يا ولد ابعد عني لحسن دول العفاريت بتتنطط قدام عيني. لا كله ولا العفاريت، قرايه يا سنيه في حاجه؟ ما تحوش يا راجل مراتك وعيالك، عمالين يمرمطوني ويهزقوني طول اليوم، وسابع العيال يهزقوني من الصبح. ايدي البال ترى قوية. عيب؟ صلوح؟ هذا اللي علمتك عليه انا؟ هذه خالتك سنية، مفروض تحترمها. معلش يا سنية، العيال بردك صار. والنبي هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا راجل يا خيخة. طب والنبي حوش كرامتك لا تقع منك يا راجل، حوش كرامتك لحسن انا مش طايقك وزهقت من العيشة في البيت ده. شو سوي فيكم؟ شو سوي فيكم؟ شو سوي بعيالك؟ شننتوني؟ فرينا فرينا هوا جايلك. كانت سنية قوية، وعشان أقدر أعيش رافع راسي بهالبيت لازم أكون قوية مثلها. عبد الله شبيك صاير؟ مريم ما قدرت اسدد ديوني. مريم ساعديني. مريم زين لحظه نطر شوي. مريم عبد الله. مريم عبد الله. ويا حسرتي ايش اسوي؟ مريم الو ما لحقي علي. هند خلاص لا تخافين، لازم تسوين التحليل، لازم تثبتين لهم ان ام شريفه وان ابوك محمد. يلا روحي روحي لا تخافين. يلا شفيك انت؟ حلمان حلم خرع. تعوذي من كل شيء وردي نامي. ردي نامي، تعوذي من كل شيء وردي نامي. مرات نخاف من احلامنا، نخاف التحقق ويصدق كلام الناس حولنا، ومرات يرجع فارس الاحلام بس يرجع بوقت غريب ما له أي تفسير، ومرات يضيع بيت الأحلام وتضيع منه أشياء وايد ما كنا نعرف قيمتها.
استاذة نزلة ناطرينك بالميتنج. يلا كان حنيايا. ما علي، اعذرونا على التأخير. إن شاء الله أول ما توصل استاذة نزلة راح نبدأ الاجتماع. السلام عليكم. وعليكم السلام. تأخرتي. أنا برجع البيت لأن مريم قاعدة تحن والخدامة دقت علي. يلا مو مشكلة. زين والملف اللي عندك؟ عادي، اتصل على سهام خطيبهم لك، موجودين على مكتبي. اوكي يلا باي. الو سهام، في ملف راح تلقينا على مكتب الاستاذة نجلة، يا ريت تجينا بسرعة. نبدا الاجتماع. طبعا اول شيء حاب اعرفكم بالزميل صديق العزيز سعود اللي ان شاء الله راح يشتغل معانا ابتداء من هالاسبوع، وهو زميل قديم وإنسان ذكي ومبدع. طبعاً أنا لازم أستفيد من خبرته. الحمد لله توفقنا وصار جزء من الشركة، ومهما أقول عنه شهادتي فيه مجروحة. مشكور أستاذ صلاح. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سبق وأن قلت حق الأستاذ أن في أفكار جديدة إن شاء الله تساهم تطوير الشركة بالفترة القادمة، وإن شاء الله نكون كاس طيب معاكم. أشياء غريبة تصير بحياتنا صعب نفهمها أو نعرف سببها، والناس اللي نثق فيهم فجأة ننصدم منه. من يقول إن عبد الله يدش السجن؟ أنا قايل حق عبد الله إن البيت هذا فوق ميزانيته فوق طاقته، بس انت يلا يهداك اللي حنيتي على مريم وخليتيها يشترونه. يعني الحين انا السبب؟ انا اللي دخلت السجن؟ ليش؟ ايش في البيت اللي قبله؟ ليش خليتيهم يبيعونه؟ هذا يزايا راشد، ابي بنتي تصير قريبه مني، ابيها يمي، هو اللي ما عرف يحسبها صح. يما تكفين خلاص، بروحي انا ما ادري شنو اسوي. انا كلمت المحامي. المحامي يقول ان الموضوع محتاج وقت. ما راح ينحل بيوم وليله. اذا تعالي. وين أهله؟ أخوانه؟ ما في أحد يقدر يساعده؟ هلا قالوا بيساعدون باللي يقدرون عليه، بس ما أنتوا تعرفين أهل عبد الله على قد حالهم. إي مو أنت شنو اللي ودرج غير إن أهله على قد حالهم؟ كوثر خلاص خلاص مريم، لا تحاتين، حتى أنا بساعده وبوقف وياه، لا تحاتين. مشكور ما قفل. والله كاسرة خاطري هالبنية. انزين ريلها عبد الله ايش كثر عليه؟ ولا مصدقك؟ هذا من متى مدافع؟ لا والله. انزين والحل برايك شنو؟ يا سلمية! بعدين تفرجون باي باي! ها وش فيكم؟ نفسك ليه؟ يا سلمية! يا سلمية! على
ايش انا ما سويت؟ قاعده ومستحمله. شلع قيدي. ما سويت شيء. خلاص يا سميه. الحقي علي يا عائشه. الحقي علي. الحقي علي. علي. انا كل ما اجيب لك سيره الدينار قلبك يقف. ده انا بنت ناس. بنت ناس يا زباله. ليكي شوفي حاجه يا شابه؟ لا لا ابدا ابدا بالعكس جزاك الله الف خير على سيرتك. متاكده؟ اكيد. في حاجة؟ لا قولي لسان هشطوط. هذا الشبي نجلوه، هذا لازم توقفينه عند حده. انت مو قادرة اواجهه، خايفة صلاح يحس او يدري عن شيء. مو انا خايفة انه هو يتمادى. طولي صلاح اتصل لحظة شوي. الو؟ هلا صلاح. وينك؟ قاعده بالكافي شوب مع هند. الحين مو تقولين مريوم مستعسره وتبكي؟ اي صح، بس اتصلت علي الخدامه وقالت انها سكتت، قلت خل اشوف هند قبل لا تسافر. زين زين، سلمي على هند. ان شاء الله يوصل. يلا باي. اقول لك تبين اودي مريوم المستشفى، خاف مسخنه شيء. الو الو. المهم شنو كنا نقولها؟ كنت اقول لك انه لازم توقفين سعود عند حده. ما ادري ايش اقول لك. حضرتها سعود حسباله عقب هالسنين كلها جايني بولح عليه مثلا، او اني بهد زوجي وبنتي علشانها. نجلاء تتحبينه؟ سعود؟ اي. ما ادري ايش اقول لك انت. صدق انه انا كنت وايد احب سعود، رغم ان نهايتنا كانت حزينه، بس صدق كان حب حقيقي بحياتي. حبيته كل ما فيني. بعد ما صار نصيب، رغم اني كنت صدق اتمنى انه يكون زوجي. لجلة الله عوضك بصلاح، ترى هو وايد يحبك وانت بعد ترى تحبينه، بس مشاعري مع سعود كانت وايد شيء ثاني، عمرها ما راح تتكرر. حتى مع هند ما راح تستوعبين الكلام اللي انا اقول لك اياه، لان الحب اللي حبيته حق سعود ما راح يتكرر. بس هو احساس تحسينه مره واحده بحياتك. المهم خليني اقول لك عيال اخباري. فيصل مو راضي اسافر. مشتو؟ ليش؟ يقول لي جاب لي البيت والعيال وخليك ببيتك. حكي الفاضي هذا. ولا تقولي لي انت تسمعين كلامه وبتطيعينه بعد. هاو طبعا ما راح اكنسل سفرتي، هذا شغل مو لعب. السلام عليكم. قعدي بحاجيك. زين خل ابدل. نجله قعدي ترى بنفجر. فيك؟ ممكن افهم شنو هذا؟ شوفي دير بالك تكذبين علي، ترى والله اللي بيني وبينك انتهى الحين وبهاللحظه. زين بقول لك الصدق، ايش فيك؟ سعود كانت بيني وبينه علاقه من زمان وعلاقه بريئه يعني، وكنا على اساس انه نتزوج، بس هو درس برا وكل شيء تغير. وليش ما انطرتي لين يخلص دراسته؟ انطره؟ هو ما قال لي نطريني، ولا وعدني لما يرجع ويخلص دراسة راح يجي يتزوجني، وبعدين قال لي إن حياته مشوشة وظروفه وايد صعبة. وليش عرفتيه من الأساس؟ لأن كنت وحيدة، محتاجة حب واهتمام، ولقيت هالشيء عند سعود. يعني تعترفين إنك تحبينه؟ صلاح، السالفة صار لها سنين وبنين. صلاح أنت الحين زوجي وحبيبي وحياتي ومستقبلي كله معك. صلاح ايش فيك؟ والله ما تحلفين. انا سمعتك وانت تقولي حق هند عن كل شيء. قلتي لها ان عمرك ما راح تحبين احد بالطريقه اللي حبيتي فيها سعود. صار فيك يوم شفتيه عندي في الشركه، صح احبه مره ثانيه؟ صلاح اذا كنت سامع الحوار اللي دار بيني وبين هند، معناته اكيد سمعت اني مستحيل اني ارجع له او اني اكلمه مره ثانيه. شو الفائده؟ شو الفائده اذا كنت عرفت ان قدري عمره ما راح يصير مثل قدره؟
وبجت نجلة تمنت إن صلاح ما سمع شيء ولا عرف شيء عن قصتها مع سعود. تمنت وش يفيد التمني يا نجلة؟ وش يفيد؟ يلا طلعي برا. ها الجهود انتو على واطية. ما حد واطي كثير. طلعي برا يلا. سوف ارشن يا حبيبي. الهي يدهسك قطر يكون سوا واعمى يا اخوي. برا. وتقعد في المستشفى بالسنين والتلاتة. برا وورك تشتوصلتش الفين يلا. هات منك في العيلة دي. انا ماشي انا بدي بقضي عمري مع واحد زيك. يلا طلعي برا يا حاصلك واحد زيي. ده انتوا عيلة زبالة وعيلة واطية. انا مش عارفة يا اختي انت ايه اللي مصبرك عليه وش عابش. يلا انا مالكم خضارة. يلا في 60 داهية يا بتاعت الموالد. بس سمعوني اصراخ ولوية انا ما بي كافي عوال راس كافي. مستانسة حبيبتي انا صج طلقت سنية لكن راح اتزوج غيرها وغيرها وغيرها بعد. وي عادي مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع القمرة واللي جمع بين الاثنين الله يطول بعمره. مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع القمرة واللي جمع. شو اللي مصبرني عليه؟ خمسة مو واحد ولا اثنين يا سنية، خمسة. يعني ملزمة تسافرين والبيت والأهل ما تردين؟ قاعدة حاجي طوفة أنا. والله أنا مسافرة شغل مو مسافرة وناسة ورايحة مباريات. بس عيالك أهم من الشغل. أنا وافقت على هالسفرة أساساً لأن بيطلع لي منها مبلغ وايد زين عشان أقساط مدرسة ريم، والسنة الجاية إن شاء الله راح تكون المدرسة مدفوعة كاش ما لا داعي أدفع شيء. شنو يعني قصد مدرسة بنتي؟ طبعاً ما تدري شنو معنات كلمة قصد لأنك مو أنت تدفع مدارس اليهال. والله ما حد قالك دخل عيالك مدارس خاصة. إيش فيهم مدارس الحكومة؟ إيش زينهم؟ ما فيها شيء. ممكن أكمل جنطتي؟ يا سلام، انت تسافرين وتهدين البيت وانا جايب اليهال هني بيبي ستر مو ريل. انت اللي قلبت الادوار. انا ودي اقعد بالبيت وادير بالي على اليهال واطبخ وانظف وانت تسافر وتروح مؤتمرات وتصرف علينا، بس انت فرضت علي اشتغل. انت؟ انا ما فرضت عليك هالشيء. لا ما فرضت علي، بس شنو تبيني اقعد يمك واقول لله يا محسنين وطر؟ صوتك الاهل نايمين ما بيهم يقعدون من النوم. الزبدة سفر معكم. ما اعتقد انه يقول ان القضيه مطوله، بس انا ايماني بالله قوي. اهلي وربعي يجون هني وقالوا ان كلهم بيساهمون لي وبيحطون اللي يقدرون عليه. حتى راشد ما قصر، يعني هني وقالنا بيساعدني باللي يقدر عليه بعد. مشكله كنا حتى لو بيتنا ينعرض للبيع السوق نازل سعره ما يجيب. هذا غير القرض اللي فوائده قاعد تزيد. مريم ايش فيك؟ من جيتي هني ما تحجيتي ولا حجوه؟ ما فيني شيء. ولا تعليج؟ مريم ايش فيك؟ تحكي. عبدالله انت بنفسك تقول ان السالفه راح تطول.
وانا ما اقدر انطر كل هالمده. في زيارات اسبوعيه هني بالسجن، تقدرين تزوروني كل اسبوع. اذا كلمت الضابط المسؤول انا امون عليه، اقول له ان تبين تزوريني كل اسبوع عادي ما يقول شيء. انا مو هذا قصدي عبد الله، انا ابي الطلاق. مريم ما سويت لك عشان دشيت السجن هني هم عشانك. خلاص يعني مريم انا عبد الله الله يخليك، انا ما اقدر اتحمل حكي الناس، الوضع هذا انا ما اقدر استحمله. مريم مريم مكفيني. الله يا حبيبتي، صعدي داري في صندوق في كاكاو اخذيه كله، اوكي؟ يلا روحي حياتي. يما مريم انت ما غلطتي. عبد الله ظروفه صعبه، والله العالم متى يطلع من السجن. ما ادري يما، انا حاسه بالذنب. زين بسالك، يعني انا ما غلطت بحقه؟ غلطتك انك خذيتي، بس هذه غلطتك. يما صدق ابوي مسافر؟ اي حبيبي عنده شغل برا ومسافر. بس مشاري ولد عمي خالد يقول ان ابوك بالسجن. انت متى سمعت هالحكي؟ امس بالمدرسه قال كذي. ما عليك منه حبيبي هذا كذاب. بس انا ما خليته يروح، طقيت ابوك خليته يبكي مثل البنيه. ناقصتك انا، ناقصه مشاكل. يلا شوف خلصني روح العب مع اختك. هذا حماتك ايش فيه؟ شلون نقول هالحكي قدام اليهال؟ وانا احس ان اليهال بدون عبد الله نفسيتهم زفت. هم متعودين عبد الله كل شيء يسوي لهم، هو يوكلهم، هو ينظفهم، هو يغسلهم، هو يطلعهم، هو يلعبهم. انا احس انهم ضايعين بدونه. يما حبيبتي هذول توهم صغار، باكر بتاقلمون على الوضع، بس انت عدلي نفسيتك. الموضوع سخيف وما يستاهل الزعل. يما اي ما تزعل. اقول لك الريال طالع برا البيت ما ادري عنه، صار له كم يوم لا يدق لا يسال، ما ادري وينه فيه. لا تخافين بيرجع. الحين معقوله صلاح تبينه يهد هالعز كله ويهد هالبيت الكبير اللي خذاه ابوك لك ولا ويرجع بيتهم القديم الكحيان؟ معقوله يهد الشركه اللي صار فيها الامر والناهي؟ يما اي بيت اي شركه، انت ايش قاعد تقولين؟ لا تجننيني. قاعد اقول لك ان صلاح عرف ان بيني وبين سعود في علاقه قديمه. هذا انت قلتي علاقه قديمه، انتهينا منها، حب مراهقه. وبعدين صلاح اذكى من كذي، ما يخرب حياته علشان شيء انتهى. يما ترى صلاح يحبني. اي يحبك، بس يحب فلوس ابوك اكثر. بس انت الغبيه اللي ما تفهمين. يما وايد قاعد تبالغين، وايد قاعد تظلمين صلاح وايد. خلاص باكر بتثبت لك الايام كلام منو اللي صح. على وين ان شاء الله؟ مو شغلك. انزين متى طيارتك؟ ماني رايح بطيارة، بروح بسيارة. الله العظيم.
وقعدت تدعي علي ذيك الليلة. قعدت أقول روحة بلا ردة وعسى وعسى، ودعاوي وايد ما تخطر على بالكم، لأني أدري إنه مسافر عشان يتزوج. بس السؤال اللي شغل بالي، وين مسافر؟ أو بالأصح من أي ديرة بتكون المرة الجديدة؟ عادي يمه خليه يسافر. مو هو قاعد يسافر عشان يتزوج يمه؟ خليه يتزوج، أنت تعرفينه يتزوج مني ويطلق مني. بعدين لا تنسين يا يمه، أنت راعية البيت، أنت أم عياله، ما يستغنى عنك. يعني شفهم من كلامك؟ تبين تقثيني يمه؟ ويك يا أبوك، تزوج وما رد لي. خلاص يا يمه، يقول لك المثل ما تعرفي قديري لما تجرب غيري. اي صح صادجة، المفروض اخليه يسافر كل ديره ويتزوج من كل ديره عشان اعرف قدري عنده، صح؟ ايش قطيت النعمه كذي يا يمه؟ حرام يمه. انا هاد البيت يا اشكيلك، عفي سمعيني، هدي الكبه شوي. شنو هذا؟ قطب طبخ. يدري انك قطب طبخ، شو اسوي فيه؟ انا اقول لك مدام جاسم مسافر يا يمه، استغل الفرصه، اقري لك كم طبخه تعلميها على اساس انه لما يجي تسوينها. يقول لك اقرب طريق لقلب الرجال معدته. هذه امي ما تغير فيها شيء، كل الناس يتغير تفكيرهم وطباعهم الا امي، دايما بسيطة وعلى نياتها، ومن كثر ما تنرفزني أحبها لأنها ما تتغير، لأنها أمي. أبا أنت من صدقش نسيت تسكرين تليفون؟ شلون نسيتي؟ إيش دراني حسبالي مسكر وريلك شيء ما رد؟ شوفت عينك البيت فاضي وأصلا ما أدري متى بيرد بعد. إنزين نجلو، تلقين كلام أمك صح؟ تغير رايلك طمعان بفلوس ابوك؟ ابوي او شوش فيك؟ تقول لك ان ريال درى انه كان بينه وبين سعود علاقه، يعني اكيد بيزعل ويطلع. هوب مريومة ايش فيك؟ وين وصلتي؟ كاني معاكم. من قعدنا نسولف وانتي مو معانا، فيك شيء؟ لا ما فيني شيء، سلامتك. مريوم، عبد الله صار عليه المحامي ما قال لك شيء؟ مريم ايش فيك تحكي؟ خرعتيني؟ انا طلبت الطلاق من عبد الله. المحامي يقول الدين كبير والسالفه مطمئنه. اكيد الدين كبير، من شنو؟ مو منك ومن سوالفك؟ الحين يوم صار محتاجك تبي تهدينه؟ عواشه شوي شوي، خلينا نسمع من البنيه السالفه. السالفه واضحه حبيبتي، ما يبي لها شيء. مريوم ايش فيش طلبت الطلاق؟ حرام تسوين برايلك كذي. واي ايش فيكم كليتوني؟ من خذيت عبد الله واحنا عايشين على الحديده، وراتب شهر بشهر، كل شيء غالي، كل شيء لما تتعدل الظروف، ويوم قلت له ابي بيت فن ما قدر، وكاهو الحين بالسجن، بالله عليكم، انا لمتى بصبر على هالحال؟ الله والبيت والطلبات، كلها طلبات فاضيه ما لها داعي. عواشة حبيبتي، انتي طول عمرك زاهدة بالدنيا، انا غير. انتي طول عمرك كنتي انسانة بسيطة وقنوعة، شو اللي غيرك؟ اي صح، طول عمرك انسانة عادية، انت ايش فيك يا بنت الناس؟ يا اخي مليت، مليت اكون انسانة عادية وزوجي انسان عادي، كل شيء فيني عادي، لبسي عادي، سيارتي عادية، بيتنا عادي، مليت، من حقي اشوف نفسي، انا توني صغيرة، وعندي امل اني بلقى الريال راح يعيشني العيشة اللي انا بيها. سبحان الله. صرتي نسخة طبق الأصل. إيه حبيبتي لا تطالعيني كذي. نسيتي أمك شلون كانت تجنن أبوك الله يرحمه؟ نسيتي شلون كانت تأذيه وتاخذ منه فلوس؟ عقب ايش سوت أمك؟ مو هدته عشان واحد ثاني؟ وهذا أنتي صرتي نسختها، تبين الحين تدين ريلك عشان واحد ثاني؟ اسم الله عليك يا المرأة الحديدية القوية، ما عرفتك؟ يعني أنتي اللي مو مثل أمك؟
نسيتي حبيبتي لما ابوك تزوج على امك كنتي تقولين شلون امي ترضى؟ على الاقل ابوك يوم تزوج حطها في بيت بروحه، مو انتي ريلك كل يوم ياخذ على راسك وحده ويسكنهم معاش في البيت، بس انا اللي مثل امي؟ حبيبتي انا ظروفي غير عن امي. ليش ان شاء الله غير عن امك؟ عشان عيالك؟ حتى امك كان عندها عيال. مريم ايش فيك؟ عواش قزها تبي تذكر شلون كنتي تضايقين من تصرفات امك اللي كنتي تكرهينها، تبيني اذكرك شلون كنتي تزعلين من طلبات امك حق ابوك؟ وغير انها لما عرفت راشد تبيني يعني الحين بس انا اللي مثل امي؟ يعني انت ما كنتي تتشكين من امك انها ما تدري عنك؟ كحبيبتي انت الحين قاعد تسوين نفسها، بالله عليك ما تقولين ليش بنتك قالت تسوي الخدامه قبلك؟ انا اقول لك ليش؟ من طلعاتك وروحاتك وعزايم وصالونات، بنتك ربت مع الخدم وبتكبر مع الخدم. انت ليش قاعد تبالغين؟ اصلا ايش دخل بنتي بالموضوع الحين؟ مريوم مريوم ترى نجله وعوشه وقصدهم يوعونك عشان ما تكررين اغلاط امك. لا والله، يعني انت الحين اللي ما كررتي الاخطاء. انا الحمد لله امي ميته. حبيبتي انا ما اقصد امك، انا اقصد مرتبوك، انت مثلها بالضبط. انا نفس فاطمه؟ ايه انت مثل فاطمه. نسيتي لما كنتي تقولين ان ابوي سكانه مرته وان فاطمه الامره الناهيه في البيت؟ حبيبتي حتى انتي فيك عقده السيطره اصلا. انا؟ ايه انتي، مو انتي كنتي تقولين ان انا احس ان انا الريال في البيت ودائما تمشين كلامك على فيصل؟ لو سمحتي انا ما اسمح لك انك تقولين ان انا مو حاطه حق راي الاعتبار. لا والله، وسفرتك عقب باكر بالله وزوجك مو راضي، كان حطيتي الاعتبار. لا تقعدون تطالعوني كذي، كلكم مثل امهاتكم. لا حبيبتي انا غير، وامي غير لان ابوي اصلا. شنو ابوك حبيبتي؟ كلنا مستغربين شلون راضي على العيشه اللي انت عايشتها، حتى امك المسكينه ما كانت ترضى شريكتها تعيش معاها بنفس البيت. لا والله. وانت ليش قاطه بنتك 24 ساعه عند الخدم؟ عشان تعيش معاهم وتقول بعدين ان انا وحيده، وبعدين سولف مع الشباب بالتليفون من واحد لواحد مثل ما انت سويتي صح؟ انا ما اسمح لك تحكي معي عدل. نجله ترى عايشه صجه، يعني انت صج بنتك كلها مع الخدم. صج والله حبيبه قلبي، انت اللي بيتك عايش بسلام وسعاده، مو كلش بتقطين عيالك وبتسافرين بعد يومين. لو سمحتي انا عندي مؤتمر مسافره شغل. اي بس ريلك مو راضي، وانتي ما يصير تسافرين وهو مو راضي على السفره هذه، لان طاعه الزوج واجبه، فهمتي ولا لا؟ يعني انت الحين اللي قاعد تطيعين رايلك؟ يلا عاد فكونا بس سكتوا وكلكم مثل الشيء. لا والله، انت شلون تكلمين بهالطريقه مينونه؟ مريوم اذا بتحكين تحكي عن هذول، مالك شغل فيني. ليش حبيبتي؟ انت اللي صح واحنا الغلط، انا اسوء وحده فيكم كانت تزوج وصارت عندي بنت. اي حبيبتي بنتك كذا حطتها عند الخدامه. وعلى صوتنا وتناجرنا وصارخنا وما حسينا بروحنا وزادت المسافات بيننا. مريم صدمتنا يوم قالت تبي تطلق من ريلها، وصدمتنا أكثر كلامها عن كل واحدة فينا، جنها المنظرة اللي شافت أشياء ما كنا شايفينها، وعدنا على حقيقة كانت غايبة من عيوننا. ثارينا كررنا أخطاء أمهاتنا من غير ما نحس.